يومك مبارك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة وفي ليلة جديدة وفي يوم جديد من أيام السحر الرمضاني. ليال نحرص كل الحرص وننتظرها انتظارا طويلا منذ عام حتى نقضي بها تلك اللحظات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى داعينا وراغبين، عل الله يعطينا من بركاته من مغفرته من سعته. وهو العبد، العبد البار، ذلك العبد الذي يخشى الله ويتكل على الله ويطيع الله ويجعل الله حسبه. وبالتالي فإن الإنسان الذي يجعل الله حسبه وميزانه ومقياسه فلن يخيب أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك فإن هذه اللحظات التي نعيشها الآن هي لحظات تختصر الزمن وتختصر السنة كلها، وإن شاء الله نحوز على باب رزقنا وعلى مغفرة من الله في هذه الأيام، خصوصا نحن مقبلون على العشرة الأواخر، تلك التي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. الليلة 17 واليوم 17 مناسبة عظيمة جدا حصلت فيها حادثة تعد هي الفارقة ما بين الباطل والحق، تعد هي مفصلية. هذا اليوم هو يوم مفصلي، يوم اختص به الحق من الباطل وأعلن عن الحق قويا مزلزلا، وبالتالي كانت سببا وشرارة إلى كل الجزيرة العربية. اليوم في هذه الليلة طبعا ويوم 17 من رمضان حصلت معركة بدر الكبرى، هذه المعركة التي لو نقيسها بمقاييس المعارك الآن، يعني شنو 300 منا و 900 منا الآن، معارك تصير عياذ بالله بين العشائر يمكن أكثر منا 500 ويمكن منا 7000 ويمكن 8000، وحصلت يمكن معارك على مدى التاريخ ملايين المعارك، حصلت ملايين المعارك، شارك فيها منا 400 ومنا 500 ومنا 1000 ومنا 2000، لا أحد يذكرها ولم يطلع عليها أحد في الإسلام وقبل الإسلام وغيرها. ولكن لماذا معركة بدر حصلت على كل هذه الأحداث وتسمى بمعركة بدر الكبرى؟ والكبرى ليس بعدد المشاركين بها وعدد القتلى وعدد الجرحى وعدد الشهداء، لا، كبرى بمنزلتها وكبرى بأهميتها وكبرى ببدايتها. معركة بدر حققت للإسلام قفزة دراماتيكية كبيرة جدا. الإسلام كان يبحث عن انطلاقة، العرب لم يكن يعرفون عن الإسلام سوى أن هنالك نبي، طبعا العرب خارج المدينة، خارج مكة وخارج المدينة، العرب في يعني المناطق الأخرى في تخوم الجزيرة لم يكن يعرفون عن الإسلام سوى أن هنالك نبي اسمه محمد صبئة عن دين آبائه وأجداده، وأخذ يتحدث عن دين جديد وانتمى إليه بعضا من الأشخاص، وأن أسيادهم وعمامهم ورؤساء عشائرتهم يؤنبون لهم ويقتلون لهم، ولذلك هاجر إلى يثرب، وبالتالي هنالك أقام نظاما خاصا به. تحصل في الجزيرة العربية تحصل عشيرة وقبيلة تغير على قبيلة، وذلك القبيلة هذه تهرب وتذهب مثلا إلى نسابة معهم، مثلا مأخذينهم امرأة أو متقارشين معهم، أو إنه يعدون أخوالهم لأن رئيس العشيرة قد متزوجا، وبالتالي هكذا يذهبون، تذهب العشيرة كلها إلى هذه المرابع ويفقدون مرابعهم، تسيطر عليهم القبيلة الأخرى كما فعلت كندة. كندة سيطرت، وأيام البد القومي كانوا فرحانين جدا، الكندة أقامت الوحدة العربية. كيف يا أقامت الوحدة العربية كندة؟ كندة قبيلة جت غزت القبائل الأخرى وأخضعتهم لها، نحن كندة كلكم
تابعون لنا. فوين الوحدة العربية بعد؟ هذا اللي كانوا يؤمنون بأن الوحدة لا تتحقق إلا بالسيف وبالقوة. نعم ما يخالف نقتلهم نذبح مدري شنو، بس المهم نسوي وحدة عربية. أي وحدة عربية أخوان؟ ورا فترة جاءوا يقتلوه، وبالتالي عادت القبائل يعني الاغتصاب والقتل وغيرها. ولذلك نظرية أنه تحقيق الوحدة والبق هنا كثير من هذه الأيام، يعني بدأ الربيع والتسلط والتوحد لا يكون إلا بالقناعة وبالإيمان. أما والله أنا حنجيب سيوفنا ونغتصبكم ونسيطر عليكم، والله هاي وحدة، أي وحدة هاي؟ ولذلك كانوا كنا بالمتوسطة كانوا علامات الوحدة العربية. دولة كندا واحدة من بدايات الوحدة العربية، يا أي وحدة؟ أي وحدة؟ قبيلة شافت نفسها قوية وغزت القبائل الأخرى، وبعدين قتلوا رئيس القبيلة ورجعت القبائل وذبحوهم، يعني أين الوحدة في الموضوع يعني؟ فلذلك هذه القضية يعني حصلت كثير. القصد أن هذه المعارك تحصل في التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي، ولكنها لم تؤثر. بينما معركة بدر اللي محدودة العدد، يعني جيت كم فارس مسلمين يعني، هم 300 واحد مسلمين محدودين جدا لا يتجاوز 70 فارسا يعني، ومنك 900 والفرسان بيهم حوالي 300 يعني. أي معركة هذه تعتبر بسيطة جدا في التاريخ، ولكنها غيرت مسيرة التاريخ ومصير الإنسان حقيقة. في معركة بدر العرب طبعا يؤمنون بالقوة ويؤمنون بالشجاعة، وأكبر إعلان عن وجود القبيلة هو انتصار. يعني أكثر شيء يجلجل في الجزيرة العربية هو انتصار قبيلة الفلانية على القبيلة الفلانية، هذا هو الإعلان والنشر والتسويق. فعندما انتصر المسلمون عرف العرب أن هنالك قوة، وقوة لا يستهان بها، وقوة عظيمة، وقوة مباركة، وقوة شجاعة، هي المسلمين أو هم المسلمون. في هذه المعركة فيها جانب آخر الحقيقة، هو صح وصراع ما بين الشرك والحق، ما بين الإيمان والكفر. الحقيقة فيه جانب آخر، وصراع بين تسلط بني أمية وأيضا وجود وبركة آل هاشم. فتلاحظون المعركة حصلت وكأنما قيادات بني أمية وقيادات بني هاشم. ولذلك أمية عندما جاء الجيش قالهم لا، جاءوا مجموعة من المقاتلين المسلمين لا، ابعثوا لنا بني هاشم نظراءنا، احنا ما جايين نتقاتل، احنا جايين نتقاتلين، احنا قتالنا ويا بني هاشم، محمد الهاشمي وحمزة وعلي ودول احنا نقاتلهم، دول احنا وصراع بيننا احنا بني أمية كنا مسيطرين أسياد، بني هاشم طلعونا بدين، هذا صراع بين بني هاشم وبني أمية. بني هاشم الذين أخذوا جانب الحق والإيمان والإسلام والنبوة، وبني أمية يمثلون الباطل والكفر والتجارة وغيرها. طلعونا قادتكم، احنا نريد المعركة تصير هكذا. فبني أمية أرادوا أن يجعلوها حربا بين أمية وهاشم، وذلك ما قبلوا، فأرسلوا قالوا أبعثوا لنا قادة بني هاشم. فكان في هذه المعركة كبير بني هاشم كان هو الحمزة، يعني بعد وفاة أبو طالب كان الحمزة هو صاحب اللواء. طبعا العباس يعني لم يكن بارزا في تلك الفترة، والحمزة طبعا حتى أنه أيهما أكبر، الحمزة من العباس؟ لا طبعا الحمزة كان أكبر من العباس، ولذلك كان زعيم بني هاشم هو الحمزة، حمزة سيد الشهداء.
ولذلك عندما حصلت المعركة حصلت بين بني أمية الكفر وبني هاشم الإيمان والنبوة، هم أرادوها هكذا. بني هاشم لم يردونها، يردونها من أجل الإسلام، من أجل نشر الدين، لكن هم أرادوا أن يجعلونها هكذا. ولهذا كان قتل بني أمية سادتهم كانت المقتلة الآن. لم تخسر بني أمية، هذه طبعا بعض يتصور أنه حالة عادية مثل ما قتلوا الكفار. أجاب كلا، في معركة بدر كانت مجزرة لبني أمية، مجزرة لقادة الكفر. هذا لم يمر مرورا سريعا، بنيت عليه أشياء كثيرة. أخوان، الإسلام فيما بعد تقريبا سار على قضية معركة بدر، وظلوا سنوات بني أمية يحاولون الثأر من بدر. حتى الحسين، يعني معركة أحد بدر 1-2 هجرية، معركة الطف 61 هجرية، فرق حوالي 60 سنة. فيزيد يقول هم يوم بيوم، كربلاء ببدر، أيا ليت أشياعي علموا، يعني أشياخي علموا يعني. ويبدأ يلقي شعره أمام الزهراء، قال لهم يوم بيوم اللي سويتوه بينا في بدر، الآن ذبحتونا ببدر. فالنار الكفري ونار القيم القبلية المتسلطة ظل مستعرا في بني أمية. هؤلاء أخوان أعراب لا ينسون ثأرهم. لا تتصور أن هؤلاء بني أمية دخلوا الإسلام عن تقن وعن إيمان، أبدا. لقد ثبت التاريخ، أو أثبت التاريخ، بأن أمية دخلوا الإسلام نكالا من أجل التسلط. وبعد ذلك تشوف من سخريات القدر، الإسلام الذي كان يقاتله بني أمية أصبح قادة الإسلام بني أمية. أليست هذه مفارقة سخيفة؟ أن يكون أئمة الكفر هم قادة الإسلام. يجيك واحد زعطوط سلفي يقول لك ما هو الإسلام يجب أخي، أي جب أخي، أي جب، أي جب، أي جب. وبني أمية ظل يستعر فيها النار الحقدي الذي زرعه أبو سفيان وهند في ومروان في آله وفي معاوية وغيره. هؤلاء الناس هم الذين تسلطوا يعني. أما إذا كان هو الإسلام سلطة فقط، والإسلام هو تكوين دولة، والإسلام هو التسلط على العالم، لا، الأمويين أقاموا سلطة عربية متسلطة، قتلت وذبحت وسوت دولة وسوت. هذا الإيمان الذي يؤمن به البعض أنه والله الأمويين لا نشروا الإسلام، الأمويين كانوا قادة العالم، الأمويين خلوا الفرس والروم عبيدا لنا، والأمويون خلوا العرب سادة. شو ليش هو الإسلام جاء لكي يجعل العرب سادة أخوان؟ يعني محمدا جاء لكي يجعل العرب سادة؟ يعني ليش الله نزل القرآن خذ العرب سادة على العالم يقتلوهم يذبحوهم يختصمهم؟ لا أبدا، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. فبالتالي هذه المعركة اليوم فيها أشياء. ظلت معركة بدر، معركة بدر أنا أعتبرها كنوع أصبحت محبرة يأخذ الكثير، وظلت لقرون يكتب من هذه المحبرة، محبرة من الدم يأخذ منها الكثير حبرا ويكتب. فكتبوا حتى السير النبوية كتبت في زمن الأمويين والعباسيين، كتبت بحبري، بحبري بدر. وحتى بعض الأحيان عندما جاء وضعوا أحاديث وضعوها البعض منها بحديث بدر، بحيث حجبوا دور بني هاشم ودور المقربين للرسول وآل البيت الرسول، وكتبوا أشياء لمصلحة السلطة الأموية. فمعركة بدر معركة فارقة، ومعركة كان لها تأثير كبير جدا في تاريخ الإسلام. كيف
والبق يقرص بنا. كيف؟ أولا أن حمزة رضوان الله عليه وعلي، علي قتل في معركة بدر نصف قتلى بدر، نصف قتلى بدر قتلهم علي وكلهم أمويون، وحمزة قتل قادتهم وعتبة وغيره. وهذا يعني فذلك عتبة، عفوا أنا بعض الأحيان الأسماء شوية تختلط، فعتبة الذي كان قد وقف بوجه حمزة، وأمية أيضا كان إلى جانبه، ولكن عتبة كانت هو القيادة بيده، وبذلك قتل بهذه الطريقة. يعني طبعا أمية قتل ليس بالطريقة اللي عرضها فيلم الرسالة، يعني جاء قال له أمية بلال، لا ليس هذا، أمية أسره وأسره، يعني من سقط سيفه جاء قال له يا مغيرة أنا 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 أسيرك، فجاب المغيرة أسير بلال. من شافه جاي فمسك السفرة اللي قتله، فالمغيرة قال له لا وقف، طبعا تعرفون دول السمر شوية من تجيهم لحظة الحماسة ما يقف قدامش، ابعد عني يا مغيرة والله إني لقاتله. فذهب لأنه أذى جدا لبلال هذا أمية، وبالتالي بقى بحقد داخله والألم، فجاء وقتله. وذلك المغيرة بعدين راح قال للرسول، فالرسول قال له يا بلال إنها جاهلية يا بلال، يعني فاعتذر بلال، الرجل تألم قال في القلب حرقة يا رسول الله، في القلب حرقة لم أستطع أن أتلافاها. قال له عفى الله عنك ولكنها جاهلية، تخلص منها يا بلال. قال غادرتها يا رسول الله. فمي قتل بهذه الطريقة طبعا. ولذلك كما قلنا بأن علي بن أبي طالب قتل نصف قتل بدر، هذا طبعا نشر الخبر والجزيرة العربية قريش بقيادة فلان وأبو سفيان. طبعا أبو سفيان ما كان يقاتل، أبو سفيان لم يكن فارسا، كان يخلي عتبة ويخلي أمية ويخلي حتى أبو سفيان كان يعني بديك الفترة في القافلة، حتى عندما جاءه قال له أنه المسلمون قطع الطريق فخذ طريقك حتى نقتلهم هنا، قال لا أنا لا، يعني أنا لا أجازف بتجارتي، أنا عندي همشي التجارة ما عندي مع الحرب، أنا رجل مر الحرب، أنا للتجارة، فراح وأنقذ التجارة مالته، أنا رجل تجارة وليس لست رجل حرب. حتى عندما حصلت معركة بعد ذلك أحد، أبو سفيان لم يكن يقاتل، يعني بعيد هيك بعيد من بعيد هيك بس هومي يعني، وبعد ما جاء معركة الخندق أيضا بقى هومي، يعني لم يكن مقاتلا أبو سفيان، يعني لم يكن فارسا. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه الليلة وهذا اليوم وهو معركة بدر الكبرى. وقلنا أن معركة بدر كانت العطافة، العطافة للإسلام، بحيث الإسلام انتشر بشكل غير طبيعي، لأنه معركة وانتصار، وقريش، قريش أهم قبيلة بالجزيرة العربية، ومكة أهم مدينة بالجزيرة العربية، وكل الأصنام القبائل العربية كلها في مكة، وبالتالي لمكة منزلة، يعني هي العاصمة، هي المنزلة، هي المدينة، هي الكذا. يأتي الآن مجموعة اسمهم مسلمين بقيادة رجل اسمه محمد، ينتصرون على قريش وبوسف، يعني جماعة أمية وغيرها، شيء مجلجل. والعرب يحترمون الشجاعة ويحترمون النصر ويعدون النصر، هو النصر، هو الحياة النصر. ولذلك تعد هذه الإعلانة أو هذا الإعلان هو بداية لانطلاقة الإسلام. بدأ العرب يتساءلون، بدأ العرب يتوافدون،
بدأ العرب يفكرون شنو هاي القوة؟ منو هذا؟ شلون ينتصروا على أكبر قبيلة وأهم قبيلة وأعز قبيلة وأكبر مدينة مقدساتنا كلها بيها؟ هاي اللي نروح لها نحج ونجي وهذا نتاجر. من هؤلاء؟ من هذا محمد؟ من هذا علي اللي قاتل نصهم؟ هذا الشاب الصغير اللي عمره 22 سنة 21 سنة، شنو دولة؟ يعني ما كنتهم؟ فبدأ تعرفون العرب يتناقلوا الأحاديث قصص، وهذا المعركة اللي صار لها 700 سنة يظلون يلوكون بها لوكا، فما بالك بحدث عظيم مثل هذا. فأصبح الإسلام حديث العرب بعد ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا. بعدين انه مو فقط يفكرون بهم كناحية سلبية، لا ناحية إيجابية، ذول أبطال، ذول شجعان، ذول أقوياء، ذول أصحاب إرادة، ذول أصحاب كذا كذا، وبالتالي جعلت العرب ينظرون إليهم نظرة احترام وإجلال وتقدير وعزة. ولهذا تفكيرهم بالإسلام عندما يأتي شخص من مكة تعال إلينا، من هؤلاء اللي انتصروا؟ شنو هذا محمد؟ شنو هذا علي؟ شنو ذولا؟ كيف حققوا ذلك؟ ماذا يحملون؟ هل هم يطيرون بالسماء؟ هل هم أجسادهم طبيعية مثلنا؟ هل هذا علي الشاب ابن عم محمد؟ هل هذا الشاب الصغير الذي لم نعرف عنه سابقا هل يملك طوله كذا أم إنسان طبيعي أم 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 أم؟ فهي كل هالأسئلة كانت عملية إعلان للإسلام. بالإضافة قلت لكم هنالك جانب داخلي، هي دقة أسفين الحقد والكراهية والشقاق بين الدائم بين أمية، بني أمية وبني هاشم، كانوا ولد عم، الآن هم أعداء الزمان والدهر والمستقبل. ولذلك كانوا أصبح بني أمية يمثلون الكفر وبني هاشم يمثلون الإيمان. وعندما انتصر الهواشم فيما بعد بعد فتح مكة دخلوا صاغرين بني أمية وليسوا مؤمنين ولكنهم تسلقوا. إذن حصل هنالك شيء، وإلا كيف تسلق هؤلاء؟ كيف أصبحت الدولة الإسلامية بيد بني أمية؟ كيف؟ بني أمية اللي قتلوا وذبحوا شون رأساً صاروا؟ ويقول لك الإسلام يجب ما قبله وقد حسن إسلامهم. أي حسن إسلامهم؟ أي حسن إسلامهم؟ بقى الحقد والغلة في داخلهم والقبلية والعصبية في نفس أبي سفيان ومعاوية وغيره وغيره ومروان بن الحكم وغيره. وبالتالي أوجدوا دولة أموية، دولة مبنية على أشياء استفادت من الإسلام كفكر ولكنها تسلطت كدولة. ولهذا هذه الدولة وهذا الانشقاق الآن نحن ندفع ثمنه. يجيك الآن يقول لك معاوية رجل عظيم أقام دولة، والأمويين عظماء أقاموا دولة. أخوان أي دولة؟ مكان الفرس أيضا مسوين دولة، زي ليش ما يفتخر الفرس يفتخروا أيضا بدولتهم اللي سيطرت على نص العالم، والروم أقاموا دولة وأيضا سيطروا على ثلاثة أربعة العالم، ليش ما يفتخرون لحد؟ ليش نحن نفتخر بالدولة الإسلامية يعني؟ إذن المسألة هي عملية دول، إذن هي عملية تسلط. إذا كان قضية تسلط طعم أمويين أقاموا دولة متسلطة، والفرس قبلهم قاموا دولة متسلطة، والروم قبلهم أقاموا دولة متسلطة. إذن قضية دول، مو قضية إسلام وإيمان. وهذا المقاييس معوجة، المقاييس عوراء. هنا أنت تسوي دين لو تسوي دولة؟ لا، الدين والدولة واحد. أيضا أي الدين والدولة واحد، أوكي ماشي، ولكن إذا كان تقاطع الدين مع الدولة أنت مع من؟ أنت مع الدين لو مع الدولة؟ ولذلك تحت التفكير الأعوج يقول أنا مع الدولة، هو يقول نحن لا، لأن الدين والدولة واحد، بس هو يغمض عينه. ولذلك أقول لكم هو تفكير أعور أعوج، ليس فيه رجاحة.
اما احنا اسلام نريد ننشر الاسلام، او احنا عرب قوميين دوله ناس فاشست نريد نسيطر على العالم ونكون احنا مثل ما النازيه هتلر هم تريد يسوي دوله تسيطر على العالم، مثل ما الفاسيو ذول الطليان ومثل النازيه النازيه الالمانيه الفاسيو او الفاشست جماعه موسوليني في ايطاليا ايضا يريدون ينشرون هذا. والان الامريكان هم يسوون الامريكان ستايل اللي نشرون باي انفيجن، ايضا هم نشرون الاسلوب الامريكي. يعني شنو مش يختلف؟ الامريكان هم عندهم طيارات ومسوين دوله عظيمه ومسيطرين، وهذا اقاموا دوله عظيمه. يعني هو قضيه دوله حق وباطل لو دوله مسيطره. المقاييس عوجهنا يعني. فاما ننظر الى دين او ننظر لك قوميه. اذا ننظر لك قوميه واحنا ناس قومانيين وفاشست، وبالتالي ما دام المهم ما لا دين ولا شيء، المهم احنا العرب كنا مسيطرين على الفرس والروم والاحباش، خلاص هو هذا المهم، احنا المهم احنا الاسياد. هو هيك الامور؟ هو هذا دين؟ هو هذا دين؟ لو 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 لو, لو تعصب قومي اعمى. خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعني ما بها قضية انه يجب ان يتسلط العرب وغيرها. هذا التفكير الفاشي زمن الفاشست ولا الان زمن القيم الانسانية الان، ولكن انا اقول لنعود الى زمن القيم الدينية. جميل ان تكون القيم الدينية سائدة، مو قيم الانفيجن، قيم الغزو. المسيحيين هم سووا غزو بعد عندما قامت البرجوازية وقام الاستعمار، أيضا كانوا ويا الجيش يدزون رجل دين ينصر العالم. وهذا أيضا يعني هم كانت تصورون الإنجليز لما راح احتلوا العالم هم كانوا احتلوا باسم الصليب، والفرنسيس عندما احتلوا العالم هم احتلوا باسم الصليب، والهولنديين عندما احتلوا العالم احتلوا باسم الصليب، والبرتغاليين عندما احتلوا العالم أيضا احتلوا باسم الصليب. ولكن الحقيقة هو هذا النصر البرتغالي والفرنسي والإنجليزي كان للصليب أم كان لمصلحة الملوك والبرجوازية الموجودة في أوروبا حتى يكسبون الذهب والفضة وغيرها وإخضاع الناس وجعلهم عبيد وبيع العبيد إلى ونقلهم إلى أمريكا وغيرها. يعني هو أصبح الدين طريقة لإذلال الإنسان، مو من أجل إيمان الإنسان ومؤاخاة الإنسان. فإذا كان القياس هو احنا التسلط، اوكي احنا دولة عظيمة، ولكن لم نكن اعظم من الانجليز اللي سووا دولة عظيمة لا تغيب عنها الشمس، ولا مثل الفرنسيس ولا مثل الهولنديين ولا مثل البرتغاليين. هذه دول زائلة، هذه دول قهر. يعني فالامويين سووا دولة قهر، نعم، لكننا نحن الان نتكلم عن دولة الاسلام. لهذا عقدة بدر هي الذي حكمت الاسلام في اوروبا. هذه القضية يجب أن نعيد النظر بها. لماذا أقولكم يجب أن نعيد التفكير في الموروث الإسلامي؟ أنا ما أقول عيد بحيث نغير الثوابت، لا، حاشا لله. الإيمان والقرآن والسنة وغير هذه مقدسات، ولكن القراءة يجب أن نعيد القراءة. طبعا كل العرب الآن يتكلمون، طبعا الآن أحاكي العقلية المثقفة أمامي، وعذرا لأخواتي وأمهاتي البسيطات اللي قاعدين قدامي دي يستمعون. اليوم شوي رح أشد وأكلم لهذا. أنا دائما أكلم كل الطبقات، ولكن الآن شوي دعوني. الآن كل العرب والمسلمين يتكلمون عن إعادة قراءة الإسلام وتاريخه، ولكن كل واحد يقرأه بعين مغمضة. الوهابية ينظرون إليه بنظرة، والمالكية ينظرون إليه كذا، والمصريين ينظرون كذا، والشاميين ينظرون إليه كذا، فأيضا ينظرون لهم من منظار قومي أو وطني. وما يتفق عن لا يمكن أن ينظر مثلا المصري السني مثلا يقرأ التاريخ بطريقة فيها قراءة واضحة تنصف آل البيت، أبدا. تبقى في داخله شيء، وكذلك الشيعي هم من ينظر لا يمكن أن ينظر للموضوع إلا بنظرة فيها جانب معين. يعني ولذلك الكل يتحدث عن إعادة قراءة التاريخ.
ولكنهم كلهم يقرؤونه بشيء من العرج. أنا ما أقول عرجاء، لا أقول بشيء من العرج. ولذلك احنا صارنا 50 سنة نحن كطبقة مثقفة، ليس أنا بس المثقفين العرب منذ 50 سنة يتحدثون عن إعادة قراءة الموروث الإسلامي والتاريخ الإسلامي. 50 سنة وطلعوا لنا مفكرين، مفكرين إسلاميين، مفكرين في المغرب في الجزائر، ما أريد أذكر أسماءهم لأن أسماءهم ترن، وراح نشوف كتاباتهم في جلها طائفية، في جلها نظرة طائفية. واحد كاتب مغربي عظيم يعني هسه يرن، يمكن لا أقول اسمه ثاني يوم يصير ترند بالعالم العربي إنه دكتور علي يتكلم عن الفيلسوف المغربي كذا. هذا من نظر أيضا نظر بصيغة بأنه سبب دمار الأمة هو وجود فكر شيعي مثلا، تصور، وبدأ ووجود الفرس ووجود المادر إيش، وربط التشيع بالفرس وأوجد نظرية جديدة بأنه هو هذا المشكلة. ذلك بالحرب العراقية الإيرانية وقف مثلا بطريقة معينة، بدأ ينتج نتاجات فكرية غريبة عجيبة، وهو فيلسوف كبير من أشهر الفلاسفة المتفلسفين العرب في القرن 20، لكنه هل نظر بطريقة معينة يعني طريقة موضوعية؟ يا بتر هي مو قضية فرس وعرب، هي أكو مبادئ، أكو مبادئ إسلامية ثابتة. أنت انطلقني من هذا، لا، عندما دخلوا هؤلاء وعندما صار المذهب وعندما صار الكذا وعندما صارت الإمام وعندما صارت الهاي، لا هذا مو صحيح. الانحراف هو أنه هذا كان هو الصح، وهذا الصح أراد أن يستقيم به الباطل الذي قام قبله، ولكن الباطل كان أقوى، بالتالي فهو صراع بين حق ضعيف وباطل أقوى. وذلك عندما تزيل الحق الضعيف وتقوي الجانب الباطل الأقوى، فهذا لا يعني أنك موضوعي تريد إعادة مسار التاريخ، لا بالعكس، ستعيد مسار الباطل على الحق، وبالتالي ستجد تفرعات باطلة بعد هذا الشيء. والنتيجة تلاحظ الآن، واحد من فلاسفة العصر العشرين، قصر العشرين، وإجا لبغداد وناقشناه هنا، وكان منزعجا جدا، وكان حتى رجل إجا لبغداد يعني الثمانينات يعني، وإحنا كنا شباب صغار نناقش يعني، قعدنا إحنا كم واحد يعني، وكنا نناقش وكنا مزعجين له وللجلوس أيضا يعني، وللجلوس أيضا يعني. فالقصد أيضا الكل يتحدثون عن إعادة قراءة النص الإسلامي، حلو، ولكن أيضا هذه الكلمة اللي احنا سنطالب بها الآن، إعادة قراءة النص الإسلامي، يعني أيضا عندما يعيدوا بطريقة عوجاء عوراء يعني، والكل يتحدثون عن هذا الآن، الكل يتحدث عن تصحيح التاريخ. أنا هاليوم دا أتحدث عن تصحيح بعض المسارات التاريخية المغلوطة التي سارت، وما أعرف يعني هل أكمل، ما أدري يعني، هل حياتي الله يعطيني العمر أن أحقق شيئا يعني؟ صح أعدائي سيكونون كثيرين يعني، لأنه سيتهمونني ويرمونني بالطائفية وغيرها وغيرها، ويتهمونني بأشياء كثيرة، ولكن طبعا لا يأخذنا بالحق لومة لائم. والله القصد أنه الكل يتكلمون، وأنا استمعت وقرأت الكثير من يقولون هذا الكلام، شفتهم آرائهم تختلف كثيرا عن آرائي لنفس الشعار. فنحن العرب حتى عندما نتحدث عن إعادة كتابة التاريخ، ولكن مع ذلك هنالك كتابات عظيمة أخذت تظهر، هنالك شخصية جدا خالدة، وهو شخص في السعودية الآن، رجل جليل ورائع، هو حسن المالكي. حقيقة هذا الرجل مفكر جديد ومفكر ناضج، وحقيقة أحس بأنه يريد أن يقول قولا فيه تصحيح المسار التاريخي، وهو سعودي الرجل يعني، هو معتقل أعتقد يعني بالوقت الحاضر يعني، هو ليس مو شيعي، رجل مو شيعي، هو رجل سني يعني حنبلي يعني، ولكنه القصد أراد أن ينظر إلى التاريخ بلا غمض عين، كان منفتحا جدا. القصد يجب أن ننظر إلى الإسلام، وعذرا شوية أنا تعادت عن كلامي المبسط هذا اليوم،
فأردت أن أتكلم للمثقفين بهذه الصيغة. يجب أن ننظر الآن نظرة جديدة للتاريخ الإسلامي، ولكن مو نظرة جديدة نفرغ الإسلام من محتوى. وهي قضية إعادة كتابة التاريخ، هذه كل واحد أحكي. البعثيين من إجوا أيضا قالوا إعادة كتابة التاريخ، سووا للتاريخ ما بدين فقط قومية، وبالتالي سفهوا الدين. نعم، إعادة كتابة التاريخ حقق هشام بن عبد الملك الانتصار الأعظم، منجزات هارون الرشيد، منجزات هذا، وبالتالي الجانب القومي طغى على الجانب الديني وأصبح الإسلام بعيدا والدين، وأخذوا يكتبون التاريخ بطريقة قومية، وهذا غير صح وغير صح. عندما جاءوا أيضا إخوان المسلمين في مصر وحاول سيد قطب أن يعيدون يعني، ومن قبله حسن البنا، عادوا قراءة التاريخ، لكن عادوا قد عادت قراءة التاريخ بطريقة إسلامية، بطريقة إسلامية منتمية لاتجاه طائفي معين، رغم أنهم كانوا موضوعين. سيد قطب مثلا كان يقول بأنه لا تعدون انتصار معاوية انتصارا، فهو هو غلبة الباطل، والباطل له جولة، ولكن الإسلام خسر الحق وخسر النبل وخسر الإمامة وخسر 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 وخسر، ولكن هذا الخسر المؤقت، سيعود الحق لكذا وكذا. هذا سيد قطب. لكن أراء الأخرى لا طبعا ضمن ذاك السياق. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أشياء معينة وانطلقنا منها، وقبل ذلك كنا نتحدث عن معركة بدر الكبرى، وقلنا بأنها كبرى في المعنى والتأثير المستقبلي، رغم أنها كانت محدودة جدا 300-900 يعني معركة، كما قلت 10 الآن ذا يتخاصمون بالريف العراقي والريف المصري، يمكن أكثر من هذا العدد، ولكن ملايين المعارك حصلت بها نفس العدد، ولكن لم تؤثر أحد. بدر المحدودة العدد غيرت مسار التاريخ والإنسان. انطلاقة الإسلام الحقيقية كانت في بدر، ولذلك اليوم كان يوم عظيم جدا في تاريخ الإسلام، وكما قلنا انطلق الإسلام بعد هذا اليوم. وأيضا بعد هذا اليوم عرف هنالك شخص اسمه علي بن أبي طالب، هو أشجع رجل في الجزيرة العربية. يعني الإعلان الرسمي كان شاب صغير ولم يعرف عنه القتال الخصام، يعني ما يتخاصم ولا يدخل بمعارك ولا غير شيء ولا هذا، فشجاعته كانت فيه. ولكن الآن إعلان رسمي، إعلان هذا قتل نص قتل المشركين لوحده، وهو شاب صغير يعني 22 سنة 21 سنة. فلذلك كانت إعلانا عن وجود شخصية جديدة، فظهر بالإضافة لأنه محمد أصبح سيد الجزيرة وحديثها، والسلبي يعني الذين يرومون السماع للإسلام أو لذلك الذين يريدون القضاء على الإسلام، فأصبح الظاهرة هو الإسلام ومحمد ورسول وعلي. طبعا اليوم سنتحدث عن شخصية رائعة وعظيمة، وكل أصحاب رسولهم عظماء، كل أصحاب رسولهم منتجبون، طبعا ليس الكل لأن يعني كان البعض منافقين يعني، والقرآن تحدث عنهم والرسول حدثهم. اليوم سأتحدث عن عارف المنافقين، أتكلم عن صاحب سر رسول الله، أتكلم عن ذلك الرجل الذي سره الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام بأسماء المنافقين. كان هنالك منافقون ولكن لا يعلمهم إلا 3: الله والرسول وحذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان ذلك الصحابي الجليل الفذ الذي امتلك قدرة نفسية واجتماعية وحياتية كبيرة جدا، وقد خصه الرسول بأشياء عظيمة حتى كان صاحبا لسره، وهذا السر لا يعطيه إلا لمن كان موثقا معروفا بإيمانه وثقته وسعة عقله وكياسته وقلبه، فلم يكن غير حذيفة بن اليمان. حذيفة صحابي جليل، ابن صحابي جليل، طبعا هو ابن
حسل اليماني. حسل اليماني هذا أدرك الإسلام وأسلم، وعندما جاءت معركة أحد كان عمره في 90 تقريبا، وقاتل وهو ضعيف البنية يعني، ولذلك وضع الرسول قال له أنت تكون حارسا على الصبيان والنساء، لأن يعني تعرفون يعني بكل معركة يحاولون يخلون حارس من الناس الكبار على الصبية حتى إذا جاء متسلل مثلا أو شيء. ولكن حسل لم يتحمل أن يرى الجيش فذهب أغار بسيفه وطلع جبل ولم يجد أمامه إلا أحد المسلمين لم يراه، فجاء من الخلف وضربه يعني لا يعرف، فكان كبير بالسن وبالتالي استشهد أحد الصحابة. ف يعني أيضا ال 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 بعدين يعني الموجودين قريبين من ال من ال فذلك هو قتل يعني في المعركة حسن، وذلك يعد يعني شهيدا قتل بالخطأ وقتل أيضا هو في المعركة، لأنه جاء وشاف نفسه بنص المشركين وقتل حسن، كان كبير في السن. فابنه حذيفة كان مقاتلا أيضا في الجيش. حذيفة الرسول كلفه بمهمة عظيمة جدا في معركة الخندق. في معركة الخندق عندما تخندق المسلمون الرسول، طبعا المشركين بقوا أيام طويلة بقيادة أبي سفيان، والعرب لم يعتادوا أن يصبروا، يعني عندهم الحرب هيك الهبة هبة جو يتقاتلون، إذا ماكو شيء اسمه ينتظرون. طبعا أبو سفيان جمع 10,000 رجل من الجزيرة العربية، طبعا عندما أقول 10,000 هذا الرقم مهول جدا في تلك الفترة أخوان، كانت المعارك تصير 1000 منها 500 300 20 100، أما 10,000 يجيبهم أبو سفيان لا قبل للمسلمين عليه، فذلك سبب الخندق. ولهذا قبائل متعددة وقاعدين، والريح كانت عاصفة من الله سبحانه وتعالى، والخيام الطير ويتعاركون على الأكل، والأكل شو وقت يجيبوا وهذا، وكل واحد يذكر الخلافات القبلية ويتعاركون ويتقاتلون. قسم من القبائل رجعت، يعني شنو احنا قاعدين يعني ماكو حرب عام خندقين، وهذا رجعت، وقسم تقاتلوا وقسم تزاعلوا وقسم هذا. فالرسول كان ينتظر، يريد يشوف شو الوضع في معسكر الأعداء، فماذا يفعل؟ فأرسل أبو الرسول حذيفة بن اليمان، قال له يا حذيفة سأرسلك بمهمة خاصة. طبعا تعرفون المدينة من الأمام حوالي 40% من المدينة مفتوحة، هاي سووا خندق، الخلف أكو تلال فما يقدروا يجون من التلال، يعني صعب صعدون عليه. فحذيفة صعد من التلال وجاء من الخلف، فدخل في معسكر الأعداء. كيف دخل؟ دخل طبعا وجد الليل والريح عاصفة، وكان أبو سفيان عمل طوق بحيث حتى لا يتسلل أحد، واحد يمسك الآخر حتى لا يدخل أحد طبعا، لكن ظلمة. حذيفة ذكي جدا، فالقسم يروح يقضي حاجته، يعني مظل لازم إيده يروح يأكل يروح يتبول شيء من هذا القبيل. فكان يا عكرمة أنني ذاهب، فعرف واحد اسمه عكرمة، نعم يا حيين مثلا، فاستمع ظل بين الرمال فاستمع اسمائهم، فجاء يا عكرمة أنا دخل بيناتهم ودخل بالمعسكر وصاح يا فلان، وعرف اسمائه بالتالي تصوروا أنه منهم، وجلس بالقرب من أبي سفيان، وأبو سفيان لا يعرفه، أنا حيين بن كذا من قبيلة كذا، لأنه قبائل كثير 10,000 واحد من يعرفهم، ما الوضع يا أبا سفيان؟ قال هذه الريح دمرتنا والقبائل بدأت تذهب، يعني لو بقت الريح يومين أو ثلاث لن يبقى أحد. هو طبعا كان مستعطي قتل لأبو سفيان، ولكن هو امتلك أكبر من مقتل أبو سفيان، فعرف معلومة
أن الريح لو استمر 3 أيام لن يبقى أحد. وتناقش أيضا بعض الأشخاص هذا، فبعد رجع ولف من فوق ورجع للرسول. الرسول كان بأمس الحاجة إلى المعلومة، قال له أن الريح لو استمرت 2 أو 3 فإن الجماعة يذهبون. الرسول كان عنده تكتيك، لكن كان مخليه آخر شيء، ولكن كان ينتظر معلومات القائد العسكري. أهم شيء عنده أن يعرف معلومات المقابل، هذه المعلومات كانت أهم شيء في النصر. فقال إذن الصبر، الله كفيل بهم. وإذا ب3 أيام الرياح تزداد قوة، وبعد 3 أيام انجلت الرياح، وإذا يرون من خلف الخندق أمامهم لا وجود للمشركين إلا بعض الأغراض وبعض الحيوانات الميتة. فأنقذ الله المسلمين من هذا الشر القمطرير الذي كان ينتظرهم، وكان لحذيفة دور كبير جدا في هذا النصر. حذيفة كان يقربه الرسول، حتى عندما في أحد الغزوات الرسول كان يعلم، كانوا يسيرون إلى جانب واد، فالرسول قال لهم يا حذيفة يا عمار اقتربوا، هنالك أشخاص أراهم من بعيد سيأتون بسرعة ويؤزون الناقة، يهشون الناقة وهي تسير. فالناقة عندما تجيها وتسوي لها فد أشياء تروح بالوادي، فإنهم يقصدون قتلي. وإذا كما توقع الرسول بعد لحظات جاءوا مجموعة حوالي 14-15 شخص وبسيوفهم وهزوا الناقة، فخرجوا لهم عمار وحذيفة، وبالتالي أبعدوهم ومسكوا الناقة وذهبوا. قال الرسول هل عرفتهم يا حذيفة؟ قال عرفت منهم 4 أو 3. قال هؤلاء المنافقين، هؤلاء يعدون من الصحابة ولكنهم منافقين يريدون قتلي. فقال ومن هم الباقون يا رسول الله؟ قال فلان وفلان 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 وفلان. ولكن يا حذيفة إياك أن تبلغ أحد. قال سمعا وطاعا يا رسول الله، لن أبلغ أحد. فأصبح صاحب سر رسول الله، فعرفوا الصحابة بأن هنالك منافقين بالظلم جوي وحاولوا يؤذون الناقة. طبعا قسم منهم عرفوهم لأن يعني جوي، وهم كانوا قسم الصحابة عرفوا منهم، يعني عرفوا 3 أو 4 يعني. لا أريد أذكر أسماء، طبعا حسابهم عند الله سبحانه وتعالى، الله يفرق. بس كانوا منافقين، نزلت آية المنافقين، هاي مرة حد يقول أنت تسيء للصحابة، الصحابة هم نور النور، نور محمد الذي قاتل به، ولكن كان هنالك 15 منافق من أصل 120 ألف، يعني هاي بإساءة. وآية بالقرآن المنافقين، بعد هاي الآن نزلت منه على الهنود الحمر، مو نزلت على المنافقين الذين أرادوا قتل الرسول يعني. في السير مذكورة كلها، في السير كلها مذكورة يعني. فلذلك كانوا يأتون الصحابة من هؤلاء المنافقون؟ قال لهم هذا سر رسول الله فلا يعطي سره. لكن كيف كانوا يعرفون؟ لو شاهدوا حذيفة يمتدح شخصا وهو صادق، طبعا يعرفون هذا غير منافق. لو شاهدوه يمتعض من كلامه ولا يمتدحه يحسون أن فيه شيء. هذا عمر بن الخطاب كانت يقول بالله عليك يا حذيفة قل لي إياه، حتى لو كنت منهم يقول. قال لا أعطيني أسمه حتى لو أنا منهم أحكيها. قال له هذا سر رسول الله، أنت يا عمر أنت صحابي جليل يعني، ولكن لن أعطيك، حتى لو كنت الخليفة لن أعطيك الأسماء. قال أقاسمك بالله يا حذيفة حتى لو كنت منهم. قال هذا سر رسول الله، لا أعطيك هذا السر. ولكن عمر شلون كان يعرف المنافقين؟ عندما يتوفى أحد الصحابة يقول يسأل هل حذيفة في الجنازة؟ إذ قالوا له بأن حذيفة في الجنازة يخرج، لأنه هذا مو منافق، لأن حذيفة يعرف.
عندما يعرف أن حذيفة ليس بالجنازة فإذا هذا رجل منافق. فظل صاحب سر رسول الله. طبعا حذيفة كان كيسا عاقلا، ولكن مع ذلك بلغ به العمر كثيرا ولكنه لم يبوح بسر المنافقين، وهذا درس لنا حتى لا نسيء للصحابة. الله يعرفه، ولا ننعت فلان وفلان وفلان وفلان، ولكن قسم واضحين مثل معاوية بن أبي سفيان يعني مثلا كان واضحا، وأيضا مرار بن الحكم كان واضحا، حتى أن مسلم الصحيحين، بقول لك صحيح مسلم صحيح البخاري، اللي القاعدة الأساسية للسنة الإسلامية هي صحيح عند السنة وأهل يعني. مسلم لم يضع حديثا واحدا عن مروان بن الحكم. قالوه لماذا لا تضع حديثا لمروان؟ قال إنه منافق. هذا مسلم مو صحيح مسلم. أنا مو نقول الحديث في صحيح مسلم، مو الإسلام يأتي من البخاري ومسلم، هذا حديث مسلم. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد وأهلا بك مرة أخرى. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الصحابي الجليل عارف سر رسول الله حذيفة بن اليمان. حذيفة طبعا كان مقاتلا أشوسا، وقاتل مع الجيش الإسلامي في معركة القادسية، وانتصروا في معركة القادسية، ثم جاءوا إلى المدائن. المدائن التي كانت هي المشتى، وكانت قصر كسرى فيها يعني. وجاء الجيش، وبالتالي هرب الجيش الفارسي، وحقيقة ضاع في هور موجود الآن في المنطقة تسمى الغزالية. الغزالية كانت هور قبل 1500 سنة. وبالتالي عرف المسلمون بأن هنالك بقايا الجيش الفارسي، هنالك هور عظيم وبالتالي يحمل مليون يعني. فأغار عليهم المسلمون، وبالتالي هرب البقايا الجيش، وأسروا من أسروا وقتلوا من قتلوا، ذهبوا إلى الحدود، وبالتالي وصلوا منطقة نهاوند. وفي نهاوند تجمع الجيش الفارسي، وجاء مدد من داخل بلاد فارس، وبالتالي كونوا قوة عظيمة. لهذا احتاط المسلمون كثيرا، وبالتالي كونوا جيشا كبيرا، وقالوا لو انتظرنا أياما أو أسابيع فإن الجيش الفارسي، هذا جيش إمبراطوري حتما لديه خبرة قرون بالقتال مع الروم، وبالتالي لديهم ضباط ولديهم كذا، وبالتالي قد يكون جيشا وبالتالي سيغيرون علينا، ولهذا لنستغل انهزامهم. وبالتالي أعطيت القيادة من قبل عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن، وقال إن استشهد النعمان فالقيادة لحذيفة بن اليمان. استشهد ابن مقرن، وبالتالي استلم قيادة الجيش حذيفة بن اليمان، وقاد الجيش وقضى على الجيش الفارسي في نهاوند، وبالتالي انفتحت بلاد فارس كلها للمسلمين. ولشدة هذا النصر لم تستطع بلاد فارس أن تكون جيشا ضد المسلمين، وبالتالي أصبح الطريق مفتوحا لانتشار الإسلام، وطبعا خضوع بلاد فارس إلى الإسلام. وبالتالي عاد حذيفة، وبعد ذلك أصبح واليا على المدائن. المدائن هي كانت عاصمة العراق تعتبر يعني، والمدائن طبعا هي مدينة إمبراطورية سلمان باك في الوقت الحاضر، وكانت مدينة للسلوقيين وهم الإغريق، وأيضا للفرس فيما بعد، ثم أصبحت بعد ذلك عاصمة العراق. المدائن مدينة عظيمة في الوقت الحاضر، هي الدورة يعني وليس سلمان باك، لأن النهر غير من مجرى يعني. تحت بساتين الدورة أعظم ثلاثة مدن إمبراطورية في التاريخ، لو بحثنا سنجد قصورا وسنجد ضياعا ونجد أشياء عظيمة طبعا. فكان واليا على المدائن، وعندما جاء واليا كان يركب حمارا عفوا، فاستغرب العراقيون قالوا ما هذا يعني، كما كل الولاة الذين جاءوا عمار بن ياسر وغيرها.
ولهذا أصبح واليا على المدائن وكان كارها للولاية، لا يريد الأمرة. ولذلك عندما أرادوا أن يجدوا، لأن المدائن مدينة بها بساتين، العرب عمر بن الخطاب قال لا تسكنوا مدينة فيها أشجار وفيها أنهار، لأنه أريد المدينة على أعتاب الصحراء، لا يعزلني عنكم نهرا أو شجر، فابحثوا عن مدينة أخرى. ولذلك سعد بن وقاص قال لحذيفة ابحث لنا عن مدينة أخرى، فوجدوا الكوفة، ولذلك اختارها حذيفة بن اليمان، وأصبحت الكوفة فيما بعد هي المقر، وأصبحت المدينة الرئيسية، وبعدين ذلك أصبحت هي عاصمة الإمبراطورية الإسلامية. بقى حذيفة بن اليمان واليا على المدائن، يعيش في المدائن يعني، حتى أنه عند وفاته جاء له بلباس وبكفن فخم، قال ماذا أفعل به؟ أنا سأموت وسيبقى الكفن أياما ثم يبلي، يعني ليش جايبي لي هذا الكفن؟ أنا ما أخذه مع ربي هو عملي الصالح. وبالتالي دفن في المدائن. وقبل أن يعني الجميل أنه عندما ولي الإمام علي، مجرد أن سمع بالخبر جمع أهل المدائن وقال لهم يا أهل المدائن، اليوم تم اختيار خير الناس خليفة، وهو الإمام علي، وبشرهم بهذا الاختيار. ولكنه طبعا كان في لحظاته الأخيرة، وبعد أسبوعين توفى حذيفة بن اليمان بعد اختيار الإمام علي، ولكنه جمع أبنائه واللي هو سعد وصفوان، قال لهم يا أبنائي أوصيكم بشيء واحد، لا حياة لكم ولا دين لكم إلا باتباع الحق. قالوا وما تعني؟ قالوا أن تتبعون علي بن أبي طالب فإنه سيواجه الباطل كما عرفته وكما عرفت عن رسول الله، فقفوا إلى جانبي. وذلك قاتلوا مع الإمام علي كل حياته، ودفن حذيفة بن اليمان على الشط تقريبا في منطقة المدائن. ولكن طبعا قبره أيضا في 36 واجه الفيضان العظيم، وكاد أن يزول القبر لولا أن الناس تداركوا وكلموا الحكومة العراقية كما قلنا، ونقلوا الرفات مع سلمان طبعا إلى جانب الآخر اللي هو الآن موجود، سلمان الفارسي وحذيفة ابن اليمان، وأنقذ. طبعا هنالك أنا رحت وسويت برامج كثيرة، قيل إلي يعني، أنا لا أنفي ولا أنكر الناس، أنا هاي طبعا في التسعينات رحت، في الثمانينات كتبت عن حذيفة، والتقيت بالأشخاص اللي كانوا في عملية نقل الرفات حقيقة، أنا أقولها والله للتاريخ، ومات البعض منهم، مات قبل 3 سنوات يعني، التقيت بي أيضا وسويت معه لقاء أيضا. أنا لا أؤيد ولا أنكر، ولست دجالا ولا أنكر خرافات ولا أطرح خرافات. قالوا عندما جئنا ونقلنا الرفات وجدنا رجلا أسمرا لم يأكل الدود منه شيء. مدى حقيقة هذا الموضوع ثم وضعناه في تابوت ونقلناه، طبعا التابوت وهذا موجود في الصحف العراقية في 36 نقلوه، وملك غازي كان موجود في 36 يعني نقلتها الصحف. بس أنه قضية أنه رجل، أنا وضعت القرآن قدامه قلت لهم حلفوا على القرآن، قالوا والله العظيم هذا اللي شفناه، لأنه الدفان فلان ويانا مات ودفان فلان، قلت لهم هذا كلام غير معقول، قالوا هذا اللي شفناه. أنا لا أؤيد ولا أنكر، أنا أرفضها علميا وأرفضها منطقيا، لأن الأنبياء أكلهم الدود وهذا، لكن هذا ما قالوا، هذا ما قالوا، أنا لا أؤيد ولا أؤمن أنا، ولكن هذا ما قالوه أناس التقيت بهم، حتى أخير واحد مات قبل 5 سنوات رحمه الله في سلمان باك، التقيت به وسويت لقاء قبل حوالي 15 سنة، واللقاء موجود يعني في أحد الفضائيات، اسمه كان يعني أيضا الطريق إلى السماء، وكان عن حذيفة بن اليمان قبل 15 سنة، وأيضا هذا كان آخر واحد، كان عمره 80 سنة أو أكثر يعني، أو تجاوز 90 عفوا يعني. فقال أنني أنا كنت طفل يعني صغير، وكان أخي الدفان وماتوا يعني،
وأهل سلمان باك يذكرونهم، يذكرون كلامهم. أنا لا أؤيد بل أنا أرفض، ولكن هذا ما سمعته، أنه عندما نقلوا رفاة حذيفة بن اليمان كان هكذا. أنا لا أدجل ولا أنقل خرافات ولا أمر بالخرافات، ولكن أيضا للأمانة هذا ما قالوا، يعني أنا لا أؤمن به ولكن هذا ما قالوا. طبعا ونقل رفاته مع سلمان الفارسي طبعا لا الموجود، ودفن حذيفة بن اليمان، ذلك الصحابي الجليل، ذلك عارف سر رسول الله، وكان رسول الله دقيقا في اختيار الشخص الذي يضع سره فيه، فأعطاه أسماء المنافقين 14 و15 منافق، ولكنه لم يقلهم. وبالتالي هذا درس لنا في الحاضر، لا نحكم على الصحابة بأن هذا سيء وهذا مو سيء وهذا كذا وغير هذا. المنافقين نعرفهم 3-4 معروفين، معاوية وغيرها، لكن لا نزيد هذا ولا نحكم على الصحابة بأي شيء. الخير منهم خيره عند الله، وإذا كان هناك سيء وحاشا للصحابة، الصحابة كلهم هم الذين نقلوا الإسلام وغيرها، ولكن حذيفة كان يعرف المنافقين التي نزلت بهم سورة المنافقين. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مع أرق تحياتي.